السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير. جيت اليوم نجاوب على الاسئله اللي طرحتوها عليا، ان شاء الله تكون الاجابات كافيه ووافيه. خلونا نروح نشوفوا الفيديو. قبل ما نبدا الفيديو خلوني نقدم لكم تطبيق فيدميتا، تطبيق سريع جدا وخاص بتحميل الصوتيات والفيديوهات بجودات عاليه، فول اتش دي 2K و4K وجودات اخرى مختلفه. التطبيق يسمح بالتحميل من اكثر من 1000 موقع، ومن ابرز هذه المواقع يوتيوب، انستغرام، فيسبوك، تويتر وغيرها. يستخدم التطبيق اكثر من 300 مليون شخص عبر العالم، ويحتوي على منصه خاصه بمشاهده وتحميل الافلام. التطبيق امن بنسبه 100%، ويمكن تحميله من خلال الرابط في صندوق الوصف. واش سبب الشهرة وكل الفيديو الاول في التوندونس؟ بفضل ربي عز وجل اولا، وثانيا بفضل المتابعين تاعي اللي تبعوا الجديد تاعي اول باول، تحية لهم كامل. المشاكل اللي تواجههم في التصوير، اهم المشاكل اللي نواجهها في التصوير انك تخلق سكات في الفوضى، يعني راكم على بالكم جو العائلة الجزائرية وقلة الامكانيات طبعا. وش رأي الوالدة في اللي راك تقدم فيه؟ والد الطفل مانيش عارفة واش راه يدير لي، انا صحابو كاع عرسوا بولادهم وهو مازال يدير لي في الفيديو. عرسوا من بعد طلقوا، عرسوا من بعد طلقوا، جابوا ذر من بعد يتمهم، على واه؟ والو، بعقلك اوليدي ما تزربش كاع روحك، وربي يجيبها ان شاء الله في الصواب يا ربي. الوالدة اهم حاجة عندها هي انه ندير حاجة وانا راضي عليها ونكون مريح فيها. ياسين وين راك حاب توصل؟ واش تقول للناس اللي ينتقدوك؟ سوق برويتك، سوق برويتك، من عيط لك من عيط لك، سوق برويتك. صراحة ما عنديش وقت باش نرد على الناس اللي تنتقد فيا، المهم انه عندي ناس راح تشجع فيا. طبعا نستغل هذا التشجيع باش نقدم الافضل وما نقعدش نرد على الانتقادات. علاش ما لحقكش درع تاع اليوتيوب وراك فايت سونكا؟ شد ذوق التاين تاع الصح، شد. والله لا خيرات، طيب فوق الحطب ذا ولا فوق الذرة؟ تشربوا لي في التاي فوق ذرع اليوتيوب؟ ياه ياه، وليتي تحاسبي فيا العوجة. هاو الذرع كون ما نادر تجيبيها، كون راك مازال في 5000 متابع، شفتي يا؟ وكون ما انا راك مازال في 2000 متابع. ديجا ياك هذا غير فضي نتاع 100000 مشترك، كي يلحق تاع المليون الذهبي نشربو فوقو ما زمزم. هل حزنت عندما لم يقبلوك في سديم؟ باش نكونوا متفاهمين لازم نعرفوا السبب. السبب هو واضح، انهم يحتاجوا مشاركين، ما يحتاجوش لجنة تحكيم جديدة. واش هي الحاجة اللي كي تتفكرها في حياتك يغيظك الحال؟ بالتوفيق. نتفكر زوج حوايج يغيظوني في حياتي، كي نتفكر اني ما مشيتش في الهواية نتاعي اللي هي كرة القدم منذ الصغر، وما دربتش في أكاديمية تاع كرة القدم. الحاجة الثانية ما استغليتش وقت الفراغ الكبير اللي كان عندي وقت الجامعة، وما بديتش في الهواية نتاعي اللي راني فيها حاليا. شحال جبت الباك؟ 12.96، شعبة علوم تجريبية. ممثل مشهور راك حاب تمثل معاه إن شاء الله؟ عثمان عريوات. يا فاقو، شكون اللي قال فاقو هذا؟ فاقو بيك نعي والديك خما يا جماعة. تعجبني، تستحق كل الخير. وش نوع الملابس اللي تشتي؟ يعني الماركة، صراحة ما عنديش ماركة معينة، المهم تلبس لباس يكون مليح نظيف، المهم تكون مهندم. هل تحس انه كاين عنصرية تجاهك؟ نتمنى تجاوب لانه هذا اكثر موضوع يحكوا عليه اتجاهك. صراحة مانيش نشوف باللي كاين عنصرية اتجاهي، واكبر دليل هو تجاوزي لنصف المليون متابع في اقل من سنة. قول لنا اويلو على المباشر. اويلو، واش دير كون تلحق مليون ابوني؟ يسير بوه، يسير بوه، ولا غير هو يسير بوه. تابعوا فيا انتم، يا نموت عليك حنا معاكم. لا والله ما حكيت، والله ما حكيت. مليون متابع، الله يبارك، الله يبارك، والله ينقص من الابونيات ويزيد الابونيات ان شاء الله، يا رب ان شاء الله توصل على 100. امين يا عبد الاستاذ، استاذ. وشحال في عمرك ووقتها تتزوج؟ في عمري 25 ووقتها نتزوج؟ هذا سؤال تطرح ياسر، صراحة راني كيما انتم والله ما على بالي. كي سهل ربي، إن شاء الله بربي، إن شاء الله بربي، إن شاء الله بربي. إن شاء الله بربي.
واش كانت الرياكسيو تاعك كي دخلت الاول في التوندونس واسكو كنت مستنيها؟ يا راني الاول في التوندونس 70% كنت مستنيها لاني نشوف في روحي باللي نتعب وكاين الناس ياسر راهي تشجع فيا واللي يتعب يلقى اكيد. وكتاه بديت في اليوتيوب وكيفاش بديت في اليوتيوب في جانفي 2018. كيفاش بديت؟ كان عندي وقت فراغ كبير حبيت نستغله في هذا الشيء احسن من حاجه واحده اخرى. التخصص الدراسي والمستوى اللي وصلت له خوك علي من بسكره ربي يحفظك خويا قد ما رسمت الضحكه في وجوهنا امين وربي يدومها ضحكه ان شاء الله. المستوى الدراسي ماستر التخصص ريزو دو كومينيكاسيون. وعلاه ما نشوفوكش داير فيديوهات مع يوتيوبرز واحد اخرين؟ للاسف ما جاتش الفرصه فقط وماذا بيا اني ندير فيديوهات مع الاصدقاء اللي راهم في المجال تاعي. تحيه ليهم بالمناسبه. لو كانت روح غيبوبه بعيد الشر واش هي اول حاجه تفكرها؟ سؤال غريب لكن الانسان ديما يتفكر الحاجه القريبه ليه والعزيزه على قلبه وانا نظن باللي راح نتفكر امي اكيد. الضيقه الكبيره اللي درتها في حياتك وكل ما تفكرها تضحك وربي يوفقك ان شاء الله امين يا ربي. عندي ولد جيراننا وكي كنا نلعبوا ربطوا خاطره بهذاك اللي يربطوا به الياجور ربطوا المهم خليته ساعتين ولا ثلاثه يحوسوا عليه دارهم لقاوه مربوط. ونهارها كي رحت للدار دخلت الصباح جايب معدل مليح فرحان بي وكذا اعطاني 20,000 جاو يشكو دار هذاك الطفل كحل عليا ذيك الليله بالتيو تاع الكاز ازلط. وصلنا لنهايه الفيديو ان شاء الله تكون اجاباتي وافيه وكافيه. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله خاوتي. تهلوا لي في رواحكم زين. السلام عليكم.